احنا اليوم عند محلات الدولار تري اللي هي شجرة الدولار، محلات منتشرة في جميع ولايات امريكا. اكثر من 16 الف محل منتشر في ولايات امريكا وكندا، من ارخص المحلات في جميع الولايات، بتبيع بضائع بدولار واقل من الدولار. خلينا نجرب معكم ندخل داخل المحل، نعمل تجربة نشوف شو منقدر نجيب في 10 دولارات أمريكية من هذا الستور. خليكم معنا. كل إشي موجود في أمريكا بتلاقيه هون بسعر رخيص ولكن بجودة أقل أو كمية أقل، فحتلاقي كل إشي متوفر في دولار ستور. ست حبات الدولار، خليني أخذها لأن الإنسان بحاجة مي، وتقريبا هاي كمية كافية للإنسان يشربها يوميا ما يقارب 3 لتر. حتى نظارات برضو كمان الإنسان بيحتاج في يومه إنه يأكل خبز، فهاي خبز. هنشوف 10 دولار شو راح تعمل لنا اليوم. كمان زيتون، هنأخذ زيتون. كمان هون زي عسل، هو سيرب بس يعني مكتوب نكهة العسل، فاللي ما عوش يشتري عسل بيشتري هاي. خير ناخدها. طبعا في كثير خيارات للتحلاي، بدنا نجيب هذا زي تحلاي برضو، في زي كمان بسكوت. تقريبا هيك يعني نفرض انه دولار، دولارين، ثلاث، اربعة، هي 5، ضل معنا تقريبا 5 دولار. خلينا نشوف شو بنقدر نشتري. هاي الثلاجات شوفوا شو فيها، علبة بوزة كاملة فيها 8 قطع، بحب يطعمي ولاده وعيلته. دولار، طبعا الدولار يا اخوان في امريكا nothing، يعني ولا اشي، يعني قيمته الشرائية يعني تعتبر لا شيء، فبس يكون في ستور ببيع شغلات بدولار فهذا اشي كثير عظيم بالنسبة لناس ما معها فلوس او ناس جاي جديد على البلد لسه ما جهزوا حالهم لمصاريف كبيرة، فهذا المحل كثير مناسب انهم يشتروا منه خاصة اذا ما معهم فلوس. بعد الغداء تسالي على العشاء ممكن ناكل اشي زي هيك. خلينا نجيبها. كمان بيض، بيض بلدي اخو. دولار فقط. أدوية، هذا بس بدولار. حبوب مسكنات، ألم، أدفيل، مسكنات للظهر. طبعا هون كمان نظارات طبية زي ما انتم شايفين، شوفوا يعني هاي درجة النظر، وهون أنواع النظارات، تشتري نظارة بدك إياها. حلو صح؟ والله اشي كواليتي حلو يعني. هناخد واحدة اللي عنده اكاديمية كرة قدم، كمان اطفال حابين يلعبوا قدم عنا بالوطن العربي الاطفال بحطوا حجار، فهون تقدر تشتري في دولار زي عارضة للمرمى تبعتك وحواجز للتدريب. تشتري لابنك هدية، مليان هون العاب، كمان كتب تعليمية ورسومات وقصص. كمان هون بيبيعوا ورود وزينة للبيوت. ممكنك تشتري كمان للي بتحبوا وردة، وهاي أحلى وردة لمتابعيني. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب يا جماعة. مساحة إبداعية هون لأي طفل، لأي حدا بيشتغل أعمال مكتبية. مين عمره أخذ نجمة زي هاي هون؟ حطوا لي إياها، حطت له إياها لمعلمة أو لمعلم. أيام جميلة الله يرحم. والإشي القوي ساعات، ساعات إلكترونية، ساعة شغالة دولار فقط. كل إشي بخص عالم التكنولوجيا كمان موجود فقط بدولار. وهون جينا على قسم السيارات وقسم المعدات المهنية، يعني اللي بيشتغلوا كحرفيين،
بده يشتغل إشي في بيته كذا، اللي بده يدهن بيته كمان هي موجود فراشي ورولات للدهان، مسح العدسة كمان، جرابين عشان الشتاء تقدر تتدفى فيهم فقط بدولار كمان. خلينا ناخذ واحدة. طبعا احنا قررنا الشغلات اللي راح نشتريها اليوم راح نقدمها لشخص محتاج، مين هو ما بنعرف، بس احنا هسه بنطلع ناخذ جولة، اي حدا محتاج هاي الامور راح نعطيها، وخاصة الهومليس اللي هم بيناموا في الشوارع، في ناس هون في امريكا بتنام في الشوارع ما الها بيوت، راح نقدم لهم هاي كهدية بسيطة جدا. وهون كمان مجموعة كبيرة من امور بتخص الحيوانات اللي هي الكلاب والقطط والشغلات هاي، كلها معدات وطعام للكلاب وللحيوانات. واحنا جبنا طاقية وجربات بالإضافة لخبز له احتياج يومي، زيتون، عسل، وتقريبا تحلاي كريم كراميل، بالإضافة لبسكوت ومي. خد هيك اشي تسالي فستق بكون افضل يعني. بوع الاكل واللبس، خاصة انه الجو كثير برد هالايام. طبعا هذا اللبس يعني طقية والجرابين جبتهم لانه درجة الحرارة تقريبا عندنا في شيكاغو حاليا صفر، فممكن اللي بينام في الشارع يحتاج اشي يدفيه. هنا رايحين نحاسب، نحط هاي المي، طبعا هاي شرينا الاغراض وطلعوا تقريبا 9 دولارات و36 سنت، فممكن تقضي حاجة شخص ويكتفي فيها لمدة 3 ايام. فخلينا نروح نشوف مين ممكن نلاقي بطريقنا نعطيه هاي الاغراض اللي يستفيد منها. All the good times just begun. طبعا يا اخوان لقيت هاي اثنين على الاشارة، هدول هوملس بناموا في الشارع. Thank you guys. Thank you. Now we got it.